علي رضا يلا الفطور جاهز ابني. امي عامله صينيه برك اخي بتطير ضبنات العقل. امي ليش مو عامله كثير؟ هدول ما بيكفوني الي لحالي. بالعافيه يا روحي على قلبك انت. علي رضا الركود رح يطيروا البركات. لا لا اتركونا هي اتركوه بدي اكلهم كلهم. يلا الركود علي رضا. لك اتركي يا اخي علي رضا. لك هاتي الصحن من ايدي. اتركي صحه وعافيه على قلبك ابني. قول يا روحي قول. يلا علي رضا. اخي صباح الخير. يسعد لي صباحك فوت فريد. قال ما قعدت كتير امبارح. ما رح يمشي الحال فورا، بدي وقت لأتعود. شو هدول؟ بيع هدول وأوفي الدين اللي علينا لعمو عثمان. شو عم تحكي انت؟ علي رضا، المفروض اني ساعدك، مو كون حمل. لك هدول نقوط عرس نهال وفريد، شلون بدي بيعهم؟ بكسر ايدي قبل ما اقرب. علي رضا، ليك انت مالك وحداني مثلي، عندك امك وعندك اخوك، اذا راح باب رزقك من ايدك شلون بدك تصرف على بيتك؟ انت رجع لي مثل ايام زمان ووقف جنبي، والسياره في ضصر مايتك، مننحت بالصخر ومنطالع لقمتنا، المهم ترجع فريد اللي بعرفه. تفضلوا الشاي يا رجال. يسلموا ايديك عبدو. صحتين وهنا عمي حسن. تفتلت بالصناعة امبارح وما لقيت شيء هنيك، حتى لو كانوا هنيك الواضح انه وقفوا سيارات بقرنة بعيدة. يمكن ما يكونوا هنيك عمي حسن. فاتح رجع اكتب على الجروب، يمكن وردية النهار ما شافوا المكتوب. كتبت الصبح بس، خلص برجع بشيره هلا. يلا لشوف جوالي على الشحن رح جيبه. اتلحلح. ابني هذا اللي قدرنا نلمه انا والشباب، بنعطيه هدول ومنقول له رح نكمل له الباقي بعدين. الله ما يحرمني منكم، بس بعرف ما رح يقبلوا. تسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام شرف. عود محمد. يعطيكم العافية. تسلم ابني. شو قررت علي رضا؟ والله يا أبو حمد رح سلمكم السيارة. محمد في 2500 ليرة هون، خدوا هدول ومنكمل الباقي بعدين. أنا قلت اللي عندي مبارح عمي حسن، بدك ما تواخذني. طيب أمرك. استروا ما شفتوا منا وقول للوالد كمان الله يجمعه بشوفير أحسن مني. تسلم. محمد خير؟ إذا تأخرنا بالديون اللي علينا بتقوموا بتعملوا هيك؟ قديش المبلغ؟ رواق صهر، مشي الحال حليناها. تعال انت اشرب شاي عود. شو هالحكي علي رضا؟ نحن عيلة وحدة، إذا أنا وقعت بضيقة ما رح تساعدني؟ عيب هالحكي ابن حماي. قديش المبلغ؟ 8000. هاي مصاريك، ما في داعي تكبروها. من اليوم ورايح إذا صار شيء بتجي لعندي أنا. أنا كبير هالعيلة وما حدا يضايقهم أبدا. الله يرزقك.
خاطركم. عبدو مرني صهري، شربنا كاسة شاي. على راسي يا صهر، أحلى كاسة شاي. أنت من وين دبرت هالمصاري؟ من لك هدول؟ شو القصة؟ كنت أخذهم مشان أدفع ضريبة للزبون، بس أنا بتصرف. علي رضا، أنت قيم هالقصص من راسك واركض ورا رزقتك. قليلي خالدة، أنا بالموال. عم حسن، أنتو كمان اعتقوا للشاب، خلوه يعرف يشتغل. حاتم، اللي بده يعمل جميلة ما بيطالع عامص من عيون العالم. ماشي، خليك قبضاي. في عنا صبية بحاجة كتير رقية خانو. إيه كلهم جداد. الصبايا رح يفرحوا كتير. يسلموا إيديكي. نهال كانت مزوقة كتير، كانت بتعرف تنقي وتلبق لحالها بهالكم قرش اللي كانوا معنا. لما عرفنا أنه طالعوا من السجن استغربنا كتير وزعلنا من قلبنا. الله لا يسامح اللي عملها. راحت البنت، ما رح ينفد من عملته السودا. خالتي لو سمحتي. ما حدا يزعل، العدالة الإلهية ما رح تتركه بحاله. ربي رح يحاسبهم واحد واحد. صار لازم امشي، رح وزع كم قطعة بالحارة قبل ما اروح على الجمعية. بالسلام ان شاء الله. الله يسلمك. رح وصلك لعند الباب. ماشي. من شان الله لا تواخذوني، زل لساني وهزيت لكم بدنكم. ولا يهمك خالي، حصل خير. عن جد ما كان قصدي بنتي. امي بالبيت؟ ايه ليك قاعده جوا. كيفك حاتم؟ مرحبا، كيفك؟ انا بستاذن بنتي، اعتذري لي من امي. ولا يهمك، مع السلامه. الله يسلمك. تعي حبيبتي. قديش دفعت لعثمان افندي؟ امي كرمال الله عم احكي لك مشان المصاري، انا خايف على علي رضا. طول عمره ما قصر بقرش ولا تاخر يوم، ليك الحال اللي وصل له. لو انا ما تدخلت كانوا رح يسحبوا له سياره التاكسي. وعلي رضا كمان ما قصر معه، ما كان في يستنى له كم يوم يعني؟ عيب. كيف يعني كم يوم؟ امينه قفعت معه للزلمه، وصلت معه لهون. امي اسحبي علي رضا على جنب وحاكيه، خليه يركز بشغله. انا وهنيك اليوم دقت له هالبنت. اي بنت؟ هاي الدكتورة ما غيرها اللي حضرت العرس. قلعتها من هون وقلت لها اتركي لها علي رضا، مو معقولة قلت هالحياة. مو هذا الموضوع أمينة. ليكي أمي، نحن لازم نعرف كيف نضبط علي رضا منيح. إذا كمل هيك لا سمح الله بيوقع بشي مصيبة. ما رح يكمل هيك، أنت لا تشيل هم. أنا بعرف كتير منيح شو أعمل. إيه؟ شو ناوية تعملي؟ شو بدي تعمل؟